ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي شايفينه الإبداع كله شغل يدوي. أبو عبد الملك حياكم الله حبيبي، تسلم الأيادي. الله يحييك. الله يسلم ويخليك إن شاء الله. كم استغرق معاك ما شاء الله هذه الجلسة كلها؟ أيوة يعني يقول 3 أيام تكون جاهزة كلها، كامل الطقم. كل الطقم 3 أيام جاهزة. يا سلام، هذه من الجريد؟ كلها من الجريد من جريدنا. هذا الليف المرحلة الأولى. حلو. وهذا الساعد الجريد المرحلة الثانية. هذا تكتمل، هذا يعتبر هذا الطقم كامل مع كلها مع أغراض. مكونة من إيش؟ قل لي بس. مركزة حق العمدة الكبيرة هذه. حلو. عندك الروشان. حلو. 2 كرسي صغير. أيوة. 2 البمبر الصغار هذه 2 برضو. أيوة. عندك الطاولة الكبيرة هذه. حلو. المشربية مع الشرب والجحنة. يا سلام، يعتبر 8 أغراض. ايش رايك ابو حمزه؟ يا سلام، رجعكم ل جلسه العمده ريسايكل اللي هو اعاده تدوير، يعني منه النخل. صحيح. صادق كله. اي والله هذا كله من النخل. شوف ما شاء الله. يا سلام، الله يسلمك. ما شاء الله، الله يستر عليك. والله يبارك. كم تستغرق؟ قال لك 3 أيام كلها أسويها. اللي يجي من طرف حسن بريك لا تقصر معه. ما القصر إن شاء الله. كم تقريبا الجلسة كلها؟ الجلسة كاملة كلها 4000 ريال. يا سلام. لكن اللي محتاج كرسي واحد، كل ما نقص الفلوس تنقص. نحن نبغى تزيد. خلاص. الله يسلمك حبيبي. لا ما يحتاج يخدمك المال والبنون حبيبي. الين ما شاء الله الإضاءة موجودة هنا. اتصلوا على أبو عبد الملك، عندكم الرقم، ما راح يقصر مع الجميع إن كان داخل المدينة أو خارج المدينة. بالتوفيق للجميع.